حتى بالسم. المنصوري من قدم لنا هذا الأداء الجميل وقدم لنا هذا الشعار مع أول أشواطنا المسائية. إذا مشاهدينا الأعزاء شوطنا الثاني عشر ينطلق والأسماء تنطلق والشعارات تتهيأ للنداء بالمراكز العشرة الأولى المتقدمة مع الصدارة والمركز الأول شاهين لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني والتسلل على أول المراكز في هذه اللحظات من وصيف لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان بقيادة ناجم بن علي بن راشد الغيلاني، يتقدم في هذه اللحظات المثيرة ليقدم لنا هذا الشعار. بينما التواصل والتحدي والانطلاق الجميل من هملول المنطلق بهذا الأداء بشعار سمو الشيخ ياسا بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المحترف جمعة بن عتيج الرميثي المتقدم في هذه اللحظات المتواصل في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن شاهين في هذه اللحظات يتواصل ويتسلل تسلل ناعم وملحوظ بقيادة وشعار هجن الرياسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الاتي في هذه اللحظات الرائعة. إذن المركز الثالث في هذا المسار الجميل، هناك التحدي مع سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع الواصل بهذا الأداء المتقدم بهذا الشعار الجميل. رابع المراكز وصلت الأسماء هناك مع انطلاقة هذه الشعارات الرائعة والمتميزة. هنا لهجن الرياسة شاهين المتقدم بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي وسادس المراكز. هناك الأداء الجميل، هناك التقدم الرائع من شاهين لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومطر بن سيف بن لاحق الهاجري الواصل بهذه اللحظات سابع. إذن المركز السابع في هذه اللحظات الرائعة، اللحظات المتواصلة، تواصل في هذا الأداء الجميل وتقدم هناك المتقدم بهذا الأداء الرائع والجميل هملول هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي وتاسع المراكز. هناك سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن أحمد القاسمي والسهيل بن سالم بن السهيل العامري، وصل في هذه اللحظات تقدم بهذا الأداء ليتقدم شاهين في هذا المسار الجميل عاشرا ليتقدم بشعار هجن الرياسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. إذن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط، العودة إلى هذا الأداء الجميل وعالي اللي قير على المركز الأول. انطلق عالي، انطلق بالأداء العالي بالمرتبة العالية بالشعار الذي تميز دائما وأبدا بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين. ولكن الوصول من هملول والتقدم في هذه اللحظات بالشعار سمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيج الرميثي يصل في هذا المسار المحترف في عالم التضمير والتدريب واختطاف الرموز الذهبية يصل في هذه اللحظات. ولكن الوصول أيضا من وصيف وصل في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي القيلاني ساطعا كالنجم في عالم التضمير. المركز الرابع تحرك مشكور، تقدم شعار هجن الرياسة وقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي الواصل في هذه اللحظات المتقدم بهذه
هذا الأداء. خامسا شاهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وسادسا شاهين أيضا بشعار هجن الرياسة وقيادة البروفيسور المتواصل بهذا الأداء الجميل. وثامنا التقدم ثامن المراكز مع شاهين لهجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وثامنا هناك هملول، ثامنا المتقدم هملول لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، وتاسعا بالرقم 9 الواصل شاهين المتقدم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن مر بن حلوة الكتبي. والواصل أيضا على المركز العاشر هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. ولكن العودة إلى عالي، العودة إلى أداء عالي، العودة إلى عالي الذي انطلق بالمركز الأول، انطلق بهذا التحدي الرائع والجميل بشعار سمو الشيخ نهيان بن ثياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين، يقدم ويبقي يضيف النقطة الثانية في مساء هذا اليوم لينطلق هناك مع هذا الأداء الجميل. المركز الثاني هناك مشكور لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. تقدم شاهين انطلق شاهين بشعار هجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يتقدم البروفيسور بهذا المركز الجميل ليختطف المركز الأول، ولكن الخطورة من شاهين المتقدم بشعار هجن الرياسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وصل الظافر بشعار هجن الرياسة، وصل هملول مع هجن الرياسة وقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. المضمرين العمالقة، صراع العمالقة والأبطال، ولكن محمود الوهيبي مع شعار هجن الرياسة يقتنص المركز الأول، يطير ويحلق في سماء الوثبة، في سماء الإبداع، في سماء النواميس، في سماء الإنجازات. سلامي يا هجن الرياسة، والتهنية إلى البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من انطلق بالمركز الأول في هذا التحدي الجميل. المركز الثاني هناك بالانطلاق الجميل مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خالد بن مر بن حلوة. والمركز الثالث هناك عالي لسمو الشيخ نيام بن ذياب بن سيف آل نهيان وصادق فضل الأمين. رابع المراكز هملول لهجن الرياسة، وخامسا المنطلق هناك شاهين لهجن الرياسة. إذا التوقيت الزمني 10:04 وثلاثة أجزاء من الثانية. التهنية لهجن الرياسة، والتهنية إلى البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثاني وصل هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن مر بن حلوة الكتبي. من وصل 10:06 وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس. وثالث المراكز مع عالي بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، من قدم لنا عالي في هذه الانطلاقة بالتوقيت الزمني 10:06 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.